بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي السباق 12 لهذا الموسم والذي اشتمل على 9 أشواط، وأقيم على كؤوس اللكزس برعاية شركة إبراهيم خليل كانو، وكأس فطيس الهاجري للجياد العربية، وكأس النادي الملكي للغولف، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق، وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس فطيس الهاجري من السيد أحمد بن راشد بن فطيس الهاجري، كما تسلم سموه كأس اللكزس للشوط السابع من السيد عيسى كانو عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، والذي قام بتقديم كؤوس اللكزس إلى الفائزين، حيث قدم كأس اللكزس للشوط الثاني إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس اللكزس للشوط الرابع إلى الملك الفائز حمد إبراهيم الرميحي، وكأس الشوط الخامس إلى الشيخ خليفة بن راشد الخليفة، وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة. فيما قام السيد مارن ممثل النادي الملكي للغولف بتقديم كأس النادي إلى المضمر الفائز ألين سميث، ثم قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى المضمر الفائز علي جان.